يشهد قطاع الضيافة والفندقة في مكة إقبالا لافتا من الشباب والشابات في السعودية للعمل في مجالات مختلفة بعد تأهيلهم وتدريبهم. رفيدة ياسين. محيط المنطقة المركزية بمكة المكرمة، عشرات الفنادق مهيئة لإقامة الزوار والمعتمرين من قاصدي المسجد الحرام. يعمل بها شباب وشابات سعوديون مدربون على مجال الفندقة والضيافة. أهلي كانوا داعمين لي، بالذات إنه يعني أنا حكون بشتغل في مجال بيخدم ضيوف الرحمن، وبالذات إنه مجالي مجال الفندق والسياحة، ومجال الفندق والسياحة عندنا في السعودية الآن هذا مجال واعد. إحنا مبسوطين جدا بضيوفنا، خصوصا الفترة هذه بعد كورونا. ربنا منع لنا الحمد لله إنه انتهت الأزمة. رمضان ده يعني بتجينا أعداد كبيرة وإحنا جدا سعيدين بيوم. المجالات التي يقبل عليها القطاع الشبابي متعددة، فمطابخ غالبية الفنادق القريبة من الحرم تعتمد بشكل أساسي على أياد سعودية تعد أطباقاً متنوعة بحرفية عالية. أحس كل ما كنت في المطبخ، كل ما شفت الحياة فيه، أحس نفسي في المطبخ. لما أكون في المطبخ أحس أنه أنا في عالم لوحدي، أحس أنه أبغى أبدع، أحس أنه أبغى أسوي حاجة تسعد الناس اللي حواليني. من صغر سني وأنا أحب الطبخ، بدأت في المواسم زي رمضان والحج، والحمد لله لين وصلت للمكان هذا وربي وفقني أني أكون رئيس قسم زي في الوقت الحالي. ودعماً لقطاع الفندقة، اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة مؤخراً افتتاح تدريس البكالوريوس في تخصص الضيافة لأول مرة في الكليات المهنية بالسعودية. طبعاً عندنا فنادقنا ما يقارب 300 موظف وموظفة سعوديين. بالنسبة للإناث عندنا تقريباً 100 موظفة سعودية ويمثلوا حوالي 16% من القوى العاملة. أجواء رمضان وطقوسه حاضرة في كل ركن ومكان، كجزء أصيل من ملامح الترحيب بالزوار والمعتمرين. خدمة العملاء ممتازة وفريق العمل جميعهم رائعون، بداية من الاستقبال وليس انتهاء بالمطعم المتنوع والإدارة. أنا مستمتع بإقامة رمضانية هنا وبالخدمة التي أحصل عليها. أعداد كبيرة من الشابات والشبان السعوديين يقبلون بكثافة على العمل في مجال الفندقة والضيافة، خاصة في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، وجميعهم يقولون إنه لا يوجد ما هو أعظم من خدمة ضيوف الرحمن. رفيدة ياسين، العربية، مكة المكرمة.